هذا المشهد واحد من آلاف المشاهد التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الأطفال في فلسطين، فالأطفال هنا مستهدفون كغيرهم وبشكل يومي، إما بالاعتقال والملاحقة أو الإصابة وحتى القتل المتعمد. استهداف الاحتلال للأطفال هو من أجل بث الخوف في الجيل الصغير وعدم مواصلة أو عدم خروجه إلى النضال ضد هذا الاحتلال، وهو لا يحسب أي حساب لأحد، ورائه الولايات المتحدة الأمريكية تدعمه في جميع الأعمال الإرهابية التي يقوم بها. أكثر من 2000 طفل قتلهم الاحتلال الصهيوني منذ عام 2000، وآلاف آخرون من الأطفال فقدوا أطرافهم أو أصيبوا بالشلل نتيجة رصاص الاحتلال الذي لا يعطي أدنى احترام للطفولة أو القوانين الدولية التي تحميهم وتجرم التعرض لهم. الاحتلال لا يميز بين طفل وبين امرأة وبين شاب وبين شيخ، هذا الاحتلال مجرم، يتعامل مع الأسرى بإجرام، يقتل، يبطش، يعذب أسرانا البواسل في سجون الاحتلال، وبالتحديد الأسرى الأطفال، ما يقارب 350 طفل داخل سجون الاحتلال. هؤلاء يمارس ضدهم أبشع أنواع التعذيب. ما يزيد عن 200 طفل لا زالوا يقبعون داخل سجون الاحتلال، حيث يعرض ما يقرب من 700 طفل سنويا للمحاكم الصهيونية، وجميعهم لا تقدم لهم محاكم عادلة وفقا للقانون الدولي، بل ويجبروا على الاعتراف بأفعال لم يقوموا بها. السياسة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق أطفال فلسطين هي يعتقد جزء من سياسة ردعية تستطيع أن توقف كل فعل نضالي وكفاحي ضد الاحتلال، وعامل من عوامل الضغط على الأسر لاتخاذ دور يمنع انخراط أبنائهم في إطار أي فعل كفاح ونضالي. هذه مخالفة صريحة لحقوق الطفل المكفولة بالشرعية والقانون الدولي الإنساني. يواصل الفلسطينيون مناشدات من المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الأطفال إلى ضرورة التحرك لحماية الأطفال الفلسطينيين وإجبار الاحتلال على إطلاق سراح الأسرى منهم. ويبقى السؤال، هل ستجد تلك المناشدات أذانا صاغية من مجتمع دولي يظهر عجزه تارة وانحيازه الواضح للعدو الصهيوني تارة أخرى؟